بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الكرام. ربنا اجعلنا حاملين لراية التوحيد، لا إله إلا أنت، لا إله إلا الله، محمد رسول الله، صلواتك وسلامك عليه. أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين. وين الكرة؟ فما برك برا برك، أنت اخترت عكس خلاص من عذاب الله. واستفزيت قلت وين العذاب تاعنا، ما ريناش الأجيال السابقة من أجداد القدامى القدامى، ما رينا حد رجع لنا. هذه حجتكم، وشكون قال من الشيطان اللي عبث بيك وسلب منك العقل وك العهد مع الله؟ ما قلتش بلا باش نشهد لا إله إلا أنت، ومش نطيعك على ضوء العهد ذاك، وكونك أنت ليس لك شريك وليس لك مثيل، فلا أؤمن إلا بك ولا أصدق إلا أنت ولا أتبع إلا رسولك الكرام عليهم صلاتك وسلامك. وين أنت؟ إن عاود أو تقول، أي النفس حين ترى العذاب وينه؟ فات الفوت وزاد روتردتير، وهذا نعرفوه في علم النفس لي روتردتير. أما الشيطان يجبد فيهم ضد مصالحهم الدنيوية ويمشيو عليهم ويخليهم بميكا معوقي لي توريس لي مؤتمر وكذا يتعوق. دونك هو تعوق في الدنيا وتعوق في الآخرة، ولا أعمى وبكم وصمم والعياذ بالله، وعلى قلبي غشاوة في كل مرض. أو تقول حين، أي حين يأتي العذاب، حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين. فاتك الفوت، في قال روحك بل بفوتك بالتمام والكمال. أنت أغبى خلق الله ما دمت تحت سلطان الشيطان. أما أحسن ليك تكون مع الرحمن وتنال رضاه وبركاته وخيراته في الدنيا والآخرة، ويحييك حياة طيبة وميتك ميتة هك حسنة، وتكون قبرك روضة من رياض الجنة، حياة برزخية متعة، وبعد تبعث وأنت مطمئن ويذلك عرش الرحمن يوم لا ذل إلا ذله، خاصة السبعة هك السبعة اللي ذكره الرسول الله عليه الصلاة والسلام. أنت منهم أنت عدوهم بالتمام والكمال، ثبت روحك أنت فين، في أي سفرة أنت سلمت روحك. نسأل الله السلامة والحمد لله رب العالمين.